تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، وبداية من العناوين. أصحاب الفنادق في النجف يتظاهرون أمام دائرة الكهرباء احتجاجا على رفع تسعيرة الجباية. عمال بلدية كركوك يواصلون إضرابهم عن العمل احتجاجا على قطع الرواتب. في بادرة خطيرة مقطع فيديو يظهر استخدام أحد الأطفال لسلاح ناري. معلمو تربية نينوى في تركيا يستهجنون القرار القاضي بقطع رواتبهم. كل هذا والمزيد تابعونا بعد الفاصل. بداية نذكر بطرق التواصل عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة، وأيضا الصفحة الوحيدة والرسمية لبرنامج المدينة على الفيسبوك وموقع تويتر. وأكيد نذكر بالنشرة الكهربائية وساعات تجهيز الكهرباء الوطني في بغداد وعدد من المدن العراقية. مرحبا ضحى. مرحبا رأفت، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ جولتنا في نبدأ اليوم من مدينة النجف. عن هناك أضراب في مدينة النجف أمام دائرة الكهرباء احتجاجا على رفع تسعيرة الكهرباء. طبعا يعتبروها أيضا هذه ضد السياحة أو حرب على السياحة في البلد. تفاصيل أكثر أكيد راح نتابعها في هذا التقرير. استكمالا للمؤتمر الذي أعلن على الصحافة البارحة، اليوم وقفة احتجاجية أمام دائرة كهرباء النجف، ونتجه إلى مجلس المحافظة للتأكيد على أن الفترة الممنوحة لدولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين راجين أن اتخاذ القرار السريع بإلغاء هذا القرار الجاحف المجحف حقيقة بحق السياحة والزراعة والسكان جميعا. ازدياد الأسعار كانت غير طبيعية، ضعفت المبالغ أكثر من 5-6 مرات، وبالتالي هذا راح يثقل كاهننا، ونضطر إلى غلق أبواب فنادقنا، وبالتالي نعمل على تسريح موظفينا وعمالنا الذي بلغ عددهم أكثر من 5000 نفر، وبالتالي هذا راح يصبح آلة كبيرة على الوضع المعاشي والاقتصادي بالمحافظة وازدياد عدد البطالة. بالنسبة للسكني القائمة اللي كانت تدفعها البيت يدفع 100,000، الآن قام يدفع 300,000. بالنسبة للتجاري في 4 أضعاف، القائمة من 100 قامت تدفع 400. بالنسبة للفنادق القائمة من 2,000,000 قام تجينا من 10.5 إلى 12 مليون، يعني بين 5 أضعاف و6 أضعاف. ليش ارتفعت هذا اللي ما قاعد نفتهمه؟ بحجة والله تعالوا إذا صعدنا سعر الكهرباء راح ترشدون أنتوا، وهذه هذا كلام ما يعقله لا عاقل ولا يعقله مجنون. ما معقول أن يجي أضر شريحة من المجتمع العراقي كله أضره، والله شنو حتى يرشد؟ بالعكس أنت عندك طرق هواية بإذاعة وتلفزيون، أنتوا تجيبون قطع من هاي اللي يسميها اقتصادية دخلوها البلد، يسيطرون على الاستيراد، يسيطرون على التصدير، هذا اللي يخليك ترشد الاستهلاك. أما صعد كهرباء هذا مو حل، هذا ذبح، هذا مو معناها معناه دولة عادة أبراعي للناس. إلا هذول للأسف قاعد نشوف من عندهم كل قرار ثم الواحد مافيا عصابة ضد الوطن ضد المواطن. إحنا نريد مشرع عراقي عنده جنسية عراقية، ما نريد مشرع عنده جنسيتين. نحن الآن مظلومين، وهاي العملية مالت الكهرباء إحنا جايين نحللها ونعتبرها جميع أبناء النجف بما فيه اشتكينا حتى عند المرجعية انه هذا حرب للسياحه بمحافظه النجف وكربلاء. احنا اللي نريده انعاش جانب السياحه في هالمحافظتين، لان القرار صدر على محافظه النجف وكربلاء فقط. ماكو محافظه بالعراق اسعارها مثل هاي 5 أضعاف، وكلها تجاري مضاعف 5 أضعاف. يعني احنا الفندق اللي يجي عليه 12 و13 مليون رجاء الله يخليكم، شنو الثمره من هاي؟ هو الفندق محصوله يسد هاي النفقات زين، كل فندق بي 10 نفرات، كل فندق بي 10 نفرات، وكل شخص يعود الى عائله عايشه بهالمكان هذا بهالمشروع. ان قطعوا الكهرباء نضطر نغلق ابوابنا، واذا غلقنا ابواب الفنادق اصبح انقطعت ارزاق العوائل وقطع الاعناق ولا قطع الارزاق. 2، اصبح مطار النجف ما حد يجي للنجف اذا ما
إذا ماكو فنادق بيننا وين تنام الناس؟ إحنا مضطرين أن نغلق أبوابنا حين يقطعون الكهرباء، وهذا قرار لا رجعة فيه. ننتفض اليوم لهذه التسعيرة المجحفة بحق الصناعيين، وهذا ما قام به السيد وزير الكهرباء، وإني سبق وأن حضرته شخصيا من هذا الموضوع، لأنه هو تكملة لتدمير الصناعيين والمشروع الصناعي في بلدنا. الصناعة تدمرت من عدة وجوه، وآخرها هو تسعيرة الكهرباء المجحفة الذي جاءت في هذا الشهر. القوائم كانت غير مقبولة. الأخوان الفنادق، الأخوان الصناعيين، الأخوان الكسبة في هذه المحافظة، محافظة النجف الأشرف، مستهدفين بهذا الموضوع، وكذلك محافظة كربلاء. ماذا يريد السيد وزير الكهرباء من هذه التسعيرة؟ ماذا يقصد؟ أن ينتظر أنه الشعب سوف يدفع؟ لن يدفع، سوف يغلقون معاملهم وفنادقهم، وهذا الموضوع راح يؤدي إلى دهورة الوضع في المحافظة هذه المقدسة. خلينا نستذكر ما تحدثنا به يوم أمس عن موضوع الكهرباء ومحطة الزبيدية في واسطة، اللي احتجوا وأضربوا عن العمل 900 موظف بأجور أو 900 عامل بالأجور اليومية، منهم من مهندس ومنهم فني ومنهم أيضا عامل بدرجة عادية. لكن أنه الموضوع والغرابة الأكثر، يعني أنت من أنا بسبب التقشف وبسبب أنه الميزانية الغير كافية لسد حاجة الموظفين اللي عاملين ضمن وزارة الكهرباء وحتى الوزارات الباقية، أنه بدينا انه نتخبط بهذه القرارات اللي سريعه اللي ما اعرف من وين نابعه. يعني وزير الكهرباء، انت اليوم من ترفع تسعيره اجور الكهرباء والفواتير الخاصه بالكهرباء الشهريه، يعني تجي على اصحاب الفنادق واصحاب الاعتماد الرئيسي لمحافظه النجف هو على السياحه، واكيد انه الكل مستفاد من السياحه. ومثل ما تحدث احد اصحاب الفنادق انه قال من 5000 الى 6000 عامل يعمل ضمن هذه الفنادق اللي رفعوا التسعير عليها، واحنا اذا ما عدلوا عن قرار ارتفاع تسعيرها انه اكيد راح كلهم يبطلون وراح نسد بيباننا وراح نتقفل، و6000 موظف راح ينقطع رزقه، وبالتالي هذه العوائل ايضا انه راح تنشمل بنسب البطاله اللي موجوده. احنا يوميا نسولف ونذكر الحكومه المركزيه، وعسى ولعل انه اللي يشاهدونا يخلون في بالهم هذا الرقم الكبير اللي هو خاص بنسبه البطاله. فاحنا اليوم علينا انه ناخذ قرارات صحيحه تفيد المواطن بدرجه الاساس وتخدم الوزارات بالدرجه الثانيه، لانه الوزاره هي تاسست او انوجدت من اجل خدمه المواطن وخدمه الموظف. ليش احنا اليوم نجي ناذي المواطن وناذي الموظف وكل المواطنين اللي بالعراق ما مستفادين من هذه القرارات السريعة الصادمة المجحفة بحق المواطن العراقي؟ نتمنى أنه من وزارة الكهرباء إعادة النظر بهذا القرار والعدول عنه، حتى أنه ترجع الأوضاع الطبيعية في السياحة الدينية خاصة في مدينة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وبالتالي أنه أصحاب الفنادق يبقون فاتحين أبوابهم لاستقبال كل السائحين. وهذا شيء أيضا أنه يخلينا أنه أيضا نفيد العامل أو الموظف العراقي اللي يعمل ضمن السياحة والفندقة اللي موجودة في العراق. نروح لموضوع آخر، راح نروح إلى مدينة كركوك. طبعا الكل يعرف، وأيضا يمكن يوم أمس تكلمنا بموضوع الأضراب اللي مستمر لعمال بلدية كركوك، واللي يوم أمس شاهدنا أيضا ضمن فقرة عيون أنه وصلت لنا صور لسيارة واحدة وبها سائق واحد أنه راح، والمواطنين هم اللي يرمون نفاياتهم بهذه السيارة. لكن أنه نجي ونقول، والبارحة أنه توعد مدير البلدية وقال أنه إحنا نطالب ونوصل صوتنا إلى الجهات العليا من المحافظة، ومن المحافظة أنه تنتقل للحكومة المركزية في بغداد، لكن لحد هذه اللحظة ما وجدوا حل لهذه المشكلة ولهذه الأزمة اللي ما أعرف للأسف أنه هي 9 أشهر. وأعتقد أنه المبلغ بسيط جدا، يعني عمال بلدية كركوك هم اضرابهم مستمر، واحنا راح نشاهد في هذا الفيديو انه مستمرين بالاضراب، ولحد هذه اللحظه صار لهم 9 أشهر، يمكن قبطوا ودخلوا بشهر العاشر ما استلموا رواتبهم. واحنا لو نجي ونحسب انه ايش قد مثلا اجور الراتب الشهري لعامل البلديه، ما تتجاوز ال 150,000، وان تجاوزت فخليها توصل ل 200,000. 200,000 ما اعتقد انه راح تسبب مشكله للحكومه المركزيه ولا للحكومه المحليه في كركوك اذا صرفوا لهم رواتبهم واذا انطوهم رواتبهم وخلوهم يرجعون لحياتهم طبيعية مثل ما كانوا في السابق يستلموها شهر بشهر. ان 200,000 وين تكفي؟ يعني انت يا مسؤول يا بيدك سلطه
على المواطن الفقير. احسبها ال 200 ألف شلون راح تكفي لو احنا نرجع على نظرية اللي 30 ألف نصرفها و 70 ألف نضمها، هذه ما راح ترهم، وأكيد أنه ما بيها فائدة لكل المواطنين العراقيين اللي ده يعيشون تحت في أرض العراق وتحت خيمة العراق. احنا نتمنى أن يكون أكو حل بشكل سريع من الحكومة المحلية والحكومة المركزية ويحلون موضوع عمال البلدية، لأنه عمال محتاجين لأبسط من هذه المبالغ. اليوم أنه يمكن شاهدنا ضمن الاستطلاعات الماضية في برنامج أهل المدينة أنه أحد العمال يقول أنه أنا على الكرامية أحصل باليوم 3000 كذا، هم كانوا يعملون 3000 أنه 3000 يا دوب أنه أقدر أخذ بهم طماطة وخبز لأولادي حتى أقدر أوكلهم أو أسد رمق الجوع اللي هم يعانون من عنده. إحنا إلى متى أنه نبقى مهملين، نبقى نغض النظر عن الحالات السيئة اللي تصير وسببها الحكومات سواء كانت المحلية أو المركزية؟ يعني موضوع البلدية نتمنى أنه يحل بأسرع وقت ممكن. نرجع ونقول أنه يمكن الحكومة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ملتهين بأزمة الإصلاحات اللي أيضا صارها فترة، ولحد هذه اللحظة ما شاهدنا ولا إصلاح أجا بخدمة المواطن، كلها بس وعود ومجرد مكتوبة حبرا على ورقة، بالتالي أنه ماكو أي تنفيذ لهذه الإصلاحات وهذه المطالب اللي راح تتفض. بس موضوع البلدية عليكم أنه تهتمون به، لأنه المواطن العراقي اليوم بأمس الحاجة إلى أبسط المبالغ حتى يقدر يعيش ويعيش أطفاله اللي محرومين صار لهم فترة من يمكن من أبسط الفواكه اللي أنتم ما شاء الله تشمرون بها هنا وهنا. نعم، ايضا رأفت مو فقط عمال النظافه اللي موجودين في مدينه كركوك، هناك اعتصامات ايضا اضراب من قبل معلمين ومدرسين في مخيم ليلان في مخيم ليلان في كركوك لعدم استلام مستحقاتهم. هناك موجودين يعني رغم ما هم موجودين بمخيمات حتى هم مدرس يؤدون دورهم على اتم الوجه، لكن لحد الان هم ما مستلمين مستحقاتهم او رواتبهم. حتى نكون يعني وجهوا لنا ايضا مناشده حتى تكون رساله للمعنيين، هم عددهم 35 محاضر ويدرسون 2500 طالب، طبعا هذا عددهم، هم عددهم معدود الأساتذة اللي الموجودين، لكن طبعا هم فقط لأنهم من نينوى ومن محافظة نينوى لحد الآن هم ما مستلمين مستحقاتهم، لكن النازحين اللي موجودين من بقية المحافظات النازحة يعني يستلمون رواتبهم لحد الان تماما. هذه مشكله اكثر النازحين اللي موجودين في المخيمات، وايضا حتى انه اللي بدوا يقدمون تنسيبهم لدوائر اخرى هم لحد هذه اللحظه بتتاخر مستحقاتهم وتاخر رواتبهم، لكن انه اليوم وزاره التربيه ايضا هي غافله عن هذا الموضوع، وان كانت عندها علم وعندها درايه بموضوع النازحين والاساتذه اللي موجودين ويدرسون بمخيمات، يعني هم مشكورين لانه يساعدون الطالب العراقي يخلونه يستمر بدوامه، افضل انه ما ينقطع. وتضاف هذه الأرقام لأرقام الأمية اللي موجودة بالعراق وسببها هي أزمة النزوح اللي يمكن عانوا منها كل العراقيين ولحد هذه الفترة. احنا نتمنى أن وزارة التربية تكون قادرة على حل مشاكلها، لأنه مشاكل التربية بدأت تكبر بشكل كبير جدا ولحد هذه اللحظة غير قادرة على حل أبسط المشاكل اللي هي متعلقة بالأساتذة والمعلمين النازحين من المناطق الساخنة إلى مناطق آمنة، وهم لحد هذه اللحظة مستمرين بدوامهم ويقدمون الخدمة للطالب العراقي من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي في العراق. نروح لفقرة عيون المدينة، وأيضا راح نشاهد حالة نادرة وظاهرة نادرة. يعني احنا دائما نحكي ونوه في برنامج أهل المدينة على العوائل انه تكون اكثر وعي واكثر انتباه واكثر تركيز على اطفالهم اللي موجودين باعمار صغيره حتى انه ما يخلوهم ياخذون اتجاه سيء او طريق سيء، وبالتالي انه اليوم نشوف الاسلحه الناريه متوفره بيد الاطفال. يعني هو السلاح النار يعني من الممكن انه نخليه بعيد عن الاطفال وبعيد عن المنازل السكنيه، لانه ايضا هذا يسبب لنا مشاكل كثيره. لكن انه اليوم الموضوع الغريب اللي راح نشاهده بالفيديو هو طفل او اثنين اطفال او مجموعه اطفال بيدهم سلاح من نوع كلاشينكوف انه بيطلقه ويرميها، وبالتالي انه الكل يعرف واكيد اللي خادمين بالجيش واللي عندهم خبره بالسلاح هم سلاح برده فعل، يعني رده فعل مو انه الطفل يقدر يسيطر عليها، مرات انه الكبير انه ما يقدر يسيطر عليها، لان رده فعل بسبب الغازات المحترقه انه تكون قويه، لكن انه طفل. وراح نشاهد احنا هذا الفيديو حتى بعدها نرجع نسولف عنه بتفاصيل كثيره. زمها هيك صحيح يا الله. زمها شو زمها؟ سد لهم سد له سد له. يلا زمها. حطيه. ايه 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 لا تدوس ايه ايه خلص تحكي لهم ولا تدوس. ايه ايه يلا. ارجع.
يعني شفنا ردة فعل السلاح الناري شلون توجه لأعلى رأس الطفل، انه لو هذه الطلقة النارية بردة فعلها رجعت على رقبة الطفل او رجعت على رأس الطفل، انه يعني كان انه خسرنا احد الاطفال اللي موجودين، يمكن بالتالي انه حتى اذا ما صابته ممكن انه تصيب احد الاطفال اللي موجودين عندنا. زين، احنا عاتبنا ولومنا يكون اكثر على العائلة وعلى الشخص اللي يصور. اعتقد انه الشخص اللي كان يصور هذا المقطع الفيديو كبير بالسن، لانه مبين من لازمته للكاميرا وان كانت هي بموبايل، لكن انه عليه وعلى العوائل انه يكونون اكثر حذر، انه يخلون اطفالهم بعيدين كل البعد عن الاطلاقات الناريه او عن السلاح الناري اللي موجود بالمنازل، ان كان والده منتسبه او ان كان انه والده في احدى الدوائر الامنيه اللي موجوده في العراق ويستخدم السلاح، خليه دائما يكون حريص على انه يخليه بعيد عن متناول الاطفال وبعيد عن الاطفال حتى انه ما يلعبون به. واكيد انه احنا شاهدنا حوادث كثيره في الايام الماضيه بسبب الاسلحه اللي موجوده داخل المنازل. يعني يا ريت انه يكون اكو انتباه، يكون وعي اكثر من قبل الاهالي. زين، هنا بهذا الوقت اللي الطفل بيده سلاح ناري وبدا يرمي والشباب اللي موجودين يمه يصورونه، وين كانت الام؟ الاب وين كان؟ اذا كان الاب في شغل، اكيد الام من دورها ومن واجبها انه تتابع اولادها. ليش انه احنا الناس تتمنى انه يكون عندهم طفل، واحنا الاطفال اللي نشوفهم ونشاهدهم بهذه الحاله من الممكن انه يخسرون حياتهم بسبب هذه التصرفات الطائشه والهمجيه اللي ما اعرف يفتخرون انه من يخلون طفل بيد سلاح ويرمي، او يفتخرون من يصورون احد الاطفال ويقدموا له المشروبات الكحوليه ويصورونها، او يصورون طفل انه دخن ارجله وينزلوها على مواقع التواصل الاجتماعي. اكيد انه هذه مو وسيله للفخر ولا انه لتداعي بالفخر، لانه هذه من الامور السيئه اللي علينا انه ما نخليها انه تكون بين منتشره بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا نخليها انه كل الناس يشاهدون انه الطفل العراقي اليوم اصبح مهمش حال البقيه اللي موجودين بالعراق، انه ما حد مهتم له. وين حقوق الاطفال؟ وين حقوق الطفوله؟ وين حقوق الانسان؟ على هذه المنظمات انه تتابع مثل هيك حالات وتخلي لها رصد، وتخلي انه يكون اكو اجراء يعني يتخذونه بحق كل شخص انه يصور حاله سلبيه لطفل وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، على الاقل نحد من هذه الظواهر السلبيه اللي بدات تنتشر بالاونه الاخيره واللي حرمت كثير من الطفوله حقوقهم وطفولتهم البريئه. احنا اكيد راح نروح لموضوع اخر، راح نروح الى موضوع النازحين اللي هم نزحوا من مدينه الموصل بسبب الاحتلال وبسبب انه داعش وتواجده بالموصل واغلب وبعض المدن العراقيه، انه خلى الكثير من المواطنين ومن الموظفين انه ينزحون لاماكن حتى انه يكونون بعيدين عن سلطة داعش الإجرامية. اليوم أنه أكو قرار نزل في سنة 2015 اللي هو قرار 303 اللي صادر من وزارة التربية، أنه أي موظف تابع لوزارة التربية تحت سيطرة داعش هذا يقطع عنه الراتب، وطالبوا كل الموظفين أنه يبتعدون عن المناطق اللي بها داعش ويروحون لمناطق أخرى حتى يكملون دوامهم، وبالتالي أنه ترجع لهم الرواتب مثل ما كانوا يستلموها في مناطقهم. لكن الموضوع الغريب وين؟ الموضوع أنه كثير من الموظفين المعلمين اللي هم تابعين لوزارة التربية نزحوا، وكان النزوح اقرب لهم الى تركيا. وبعد ما انه بلغوا وزاره التربيه او بلغوا مديريه التربيه اللي موجوده في الموصل، بلغوهم قالوا لهم انه احنا متواجدين بالتربيه انه نرجع، لو نبقى قالوا لهم لا ابقوا انتم راح تتابعون، لانه كثير من المراكز الامتحانيه راح تنفتح في تركيا للنازحين، ومنها انه السادس الابتدائي والثالث متوسط وايضا السادس الاعدادي. وباوامر اداريه انه بقوا المعلمين او الموظفين اللي تابعين لتربيه نينوى هم من يراقب الامتحانات وسير الامتحانات في المراكز المخصصه للنازحين بتركيا. طالبوا اكثر من مره بصرف رواتبهم اللي مقطوعه منذ بدايه دخول داعش الى مدينه الموصل، لكن لا جدوى ولا احد يسمع لهم ولا احد استجاب لنداءاتهم اللي اطلقوها من تركيا، وتظاهراتهم اللي اكثر من مره صارت امام مبنى السفاره العراقيه في تركيا، ولحد هذه اللحظه انه يتمنون من خلال برنامج اهل المدينه ان يوصلون صوتهم للجهات المعنيه والى وزاره التربيه والى المسؤولين عن تربيه نينوى او حتى عن الممثليه للتربيه في اقليم كردستان. طلبوا انه يصرفوا لهم رواتبهم اللي متاخره منذ حزيران 2015، يعني من شهر السادس لحد هذه اللحظه راح يصير سنه يعني او 11 شهر هم محرومين من رواتبهم. واحنا نعرف ان وضع النازحين وضع ماساه ووضع يرثى له، انه في تركيا واكيد انه الايجارات غاليه، الفواتير غاليه، مصرفهم غالي، اكيد عندهم طلاب دخلوهم بمدارس، واحنا نعرف انه مدارس المخصصه للنازحين عددها قليل جدا، والنازحين في تركيا موجودين باعداد كبيره وهائله. فاحنا نتمنى اليوم وانضم صوتنا لاصواتهم، وايضا من خلال تواجدنا في برنامج اهل المدينه نتظاهر معهم
ونقول لهم ونقول للجهات المعنيه عليهم انه يصرفون رواتبهم باسرع وقت ممكن، لانه اليوم موظفو ومعلمي تربيه نينوى بامس الحاجه للرواتب. قبل قليل ايضا من ضمن اخبار اهل المدينه انه مجمع ليليان اللي هو خاص بالنازحين في مدينه كركوك وبالتحديد منطقه رحيم اوى هم ايضا اضربوا وابتعدوا عن دوامهم بسبب انه عدم صرف مستحقاتهم من قبل وزاره التربيه. زين، وزاره التربيه اكيد انه هي من تصرف لكل الدوائر اللي تابعت لها رواتبهم. زين، هذه الدوائر غير انه تكون تصرف رواتبها بشكل مستمر للموظفين اللي تابعينها، لو اكو داريه واكو حسابات اعتقد انه تقاسمها بيناتهم ومخلين النازح الى الله فوق الظروف الصعبه اللي هو يمر بها تجي عليهم نقمه الرواتب اللي مقطوعه من وزاره التربيه. نتمنى انه تكون اكو مراقبه وتكون لجان مختصه بمتابعه ظروف النازحين والموظفين التابعين لوزارة التربية في كل المناطق اللي هي موجودة بالعراق، وحتى منها إنه اللي موجودة نازحين أيضا كثار في الأردن وفي تركيا وفي بعض الدول المجاورة. نتمنى إنه يكون ويصرفوا لهم رواتبهم ومستحقاتهم حتى إنه ما نتعرض لهذه المشاكل. اليوم هم الطلاب اللي دي يظهرون او الاساتذه والمعلمين اللي دي يظهرون هم مستمرين بدوامهم، هم ما يعني مو لحد هذه اللحظه انه موجودين بداعش حتى يشملهم قرار 303، هم بعيدين عن هذه المنطقه وبالتالي انهم يستحقون انه تصرف رواتبهم بشكل مستمر حالهم حال بقيه الموظفين اللي موجودين في العراق وبقيه الوزارات العراقيه. معنا اتصال ايضا. نعم، مرحبا معنا استاذ احد الاساتذه اللي موجودين في مدينه تركيا. اهلا وسهلا بك في برنامج اهل المدينه. اهلا وسهلا، الشرف حلت الضحايا، مرحبا. يا اهلا وسهلا، ممكن تحكي لنا عن اوضاعكم بصوره عامه او تحديدا يعني كم شهر انتم لحد الان ما مستلمين رواتب؟ صار 10 اشهر احنا ما مستلمين رواتب. نعم، احنا بالنسبه لنا من نزحنا بعد ما سيطر داعش على مدينة الموصل. نعم، نزحنا إلى تركيا. نعم، وصدر أمر من رئيس الوزراء بمنحنا إجازة جبرية لحين تحرير المدينة، ولمنح إجازة جبرية يتمتع بكافة الحقوق من ضمنها الراتب. طيب هذا الإجازة بدون راتب ولا براتب؟ نعم نعم نعم. طيب استاذ عبد الغني، انت من ضمن الاساتذه والمعلمين اللي موجودين في اسطنبول في احدى المدن التركيه، اكيد وظهرتوا امام مبنى السفاره العراقيه في تركيا مطالبين بصرف مستحقاتكم اللي هي مقطوعه عنكم صار لها 10 اشهر او اكثر، لحد هذه اللحظه. نعم، لحد هذه اللحظه لم تصرف رواتبكم. انتم سبق وان طالبتوا ممثليه وزاره التربيه في الاقليم او من يمثل وزاره التربيه ومسؤول عن مواضيع النازحين؟ استاذ احنا ما خلانا واحد ما نشدنا من رئيس. نعم، الوزراء الى رئيس البرلمان الى وزير التربيه. شنو كانت تجربتهم؟ المسؤولين شنو كانت تجربتهم؟ اذا سمحت لي، اذا سمحت لي، والسيد. نعم، محافظ نينوى عندما التقى بدوله رئيس الوزراء. نعم، حضر الموضوع، قال هذول بالنسبه يعني هذول جماعه نازحين تركيا ما مشمولين بالقرار 303. نعم، والدليل على ذلك اجريت امتحانات للصفوف المنتهية للدورين. نعم، وإحنا 500 منتسب شاركنا بالامتحانات وهذه الامتحانات نجحت، ولو إحنا مو داخل سيطرة الحكومة المركزية ما كنا نكلف بهذا الواجب. أكيد المهم. أنتم كلفتوا بمراقبة الامتحانات. نعم، ومراقبة سير الامتحانات بأوامر إدارية من قبل وزارة التربية أو من قبل تربية نينوى. نعم نعم نعم، بأوامر وزارية. اذكر لي العدد بالمضبوط. عفوا استاذ عبد الغني، وزاره التربيه. نعم، بشهر التاسع وبشهر ال 11/2015 ورواتبنا انقطعت 1/6/2015. طيب بس اذكر لي العدد اللي موجود من الاساتذه والموظفين. نعم، المنتسبين لتربيه نينوى بالتحديد يعني بالضبط اللي موجودين في تركيا 500 منتسب. نعم، من تربيه نينوى موجودين في تركيا، هذا صار 10 اشهر بدون وجه حق. طيب رئيس الوزراء وعدنا وعود بدون نقود، مرتين واحد محافظ نينوى يقول راح اصرف لكم واحنا ما خلينا، لا مسؤولين لا منظمات ولا حد ساعدنا، يعني 10 اشهر احنا نازحين بتركيا ما. نعم، حصلنا على اي مساعده ابدا. بس والعتب على نواب نينوى باستثناء النائب محمد نور العبد ربه والنائب نزار السلطان، هذول النائبين متواصلين معانا وجزاهم الله بالخير، وصلوا همومنا
ودائما متواصلين معنا. اما بقيت مواطنين ما يسالون عنا ابدا. استاذ عبد الغني احنا اثناء ما وصلت لنا انه المناشده من حضراتكم انه حاولنا انه نتصل او اتصلنا ببعض المسؤولين اللي هم مختصين بتربية نينا أو المسؤولين بوزارة التربية لكن لا رد ولا والبعض الآخر أنه ما قبل يصرح حول موضوع رواتب الموظفين اللي موجودين بتركيا. إحنا رح نبقى أكيد متابعين هذه القضية معاكم مع الجهات المعنية بلكي أنه نوصل في الأيام القادمة لحل وتصرف رواتبكم حتى أنه ترجع الأوضاع طبيعية مثل ما كانت وأفضل. فهذا إحنا اللي نتمنى أنه من وزارة التربية أنه عليها أنه بعد هذه المناشدات اللي وصلت وأكيد محافظ نينوى بالتقاء مع رئيس الوزراء أيضا ناشد ووصل صوت الأساتذة اللي موجودين في تركيا ولحد هذه اللحظة لم يردوا على أي مطالبة أو ولا حد هذه اللحظة أنه ما صرفوا رواتب الموظفين اللي موجودين في تركيا. إحنا نشكرك أستاذ عبد الغني على إعطائك هذه المعلومات الدقيقة حول قطع رواتب الموظفين الموجودين في تركيا وأكيد إحنا راح نبقى متابعينها في الأيام القادمة. يعني موضوع أنه الأزمة الاقتصادية وموضوع أنه احتلال داعش أو تواجد داعش بأغلب المدن العراقية سبب لنا كثير من المشاكل والمفروض أنه الحكومة المركزية تكون قادرة على حل هذه الأزمات البسيطة لأنه موظفين موجودين أن هم رواتبهم وأعدادهم موجودة ومعروفة لدى تربية نينوى وكل دائرة أنه المفروض أنه هذه الدائرة أنه من شفتهم وكلهم صاروا وأنطوا مباشرتهم من دولة هي يمكن سيطرتها تكون تابعة للحكومة المركزية. أبناء نينوى فقط ليش مو هذا أيضا إحنا بدنا نسأل ليش كل فقط كل النازحين اليوم أنه هم بدأوا يعانون من موضوع أنه تأخر الرواتب وموضوع أن الأزمة الاقتصادية حتى أنه يصرفوا لهم رواتبهم لكن لحد هذه اللحظة أنه لا الحكومة المركزية ولا الحكومة المحلية كانت قادرة على حل هذه الأزمات. يعني موضوع بسيط جدا أنه هم الأعداد والقوائم اللي موجودة عندكم بدل ما أنه كنتوا تصرفوها بنينوى قبل دخول داعش تقدرون تصرفوها لهم وهم خارج سيطرة داعش حتى أنه ما يشملهم قرار 303 اللي صدر بشهر حزيران عام 2015 وهذا احنا اللي نطلبه واللي نتمنى من وزارة التربية تكون قادرة وتتحمل مسؤولية كل الأساتذة اللي نزحوا بسبب الظروف الأمنية والعسكرية اللي مر بها البلاد بالفترة الماضية ولا زالت لحد هذه اللحظة أنه خليه يتكفلون بهم ويصرفوا لهم رواتبهم. أعتقد رواتبهم ما راح تأثر بشكل كبير على ميزانية الدولة العراقية اللي هي مليارات وما نعرف للأسف وين راحت. للأسف ننتقل أيضا إلى مدينة الناصرية تحديدا في هور الجبايش هناك مهرجان المناطيد طبعا بمشاركة أوروبية أيضا من أبناء العراق موجودين كانوا في هذه المشاركة اللي هم جو العراق خصيصا حتى يعتبروها فترة استكشاف لهذه المدينة. كنا نعرف في هذه المدينة طبعا عريقة التاريخ لكن تفاصيل أكثر راح نشوفها في هذا التقرير. اليوم حبيت أشارك بهذا المهرجان مهرجان السلام بالعراق. طبعا أنا العراقي وشاركت من ضمن مجموعة من عدة دول أوروبية من بريطانيا ومن هولندا وعدة دول بعد. كان حلمك يعني حسب ما عرفت أنه تحلق؟ أي والله كان حلمي أنه أطير بغداد أو طلنا بغداد بنصب الشهيد وقسم من الطيارين اللي معانا طيارين شراعين جازف طبعا اوروبي هو جازف وراح بنص بغداد مو يعني خالف الخطه وراح بنص بغداد ورجع يعني يعني الحمد لله يعني كل شيء كان. والله اليوم احنا بمحافظه ذيقار بالجبايش طلنا الصبح وكان طيران جميل جدا طبعا والاجانب اللي معانا اللي شاركوا معانا بالطيران فرحانين جدا يعني. I'm Kim. I'm from Sweden, and I really like the whole idea about this festival. To أنا اسمي كيم من السويد. واللي شفته هنا بالعراق يعني مو مثل ما يطلع على الأخبار اللي طلع الأخبار القنوات الثانية. وهنا العراق كلش حلو. وهذا المهرجان يعني يبين الصورة الحلوة من العراق. وهذا شفته هنا بالعراق يعني ما ينوصف. تقول الهوى. هو يعني واحد من المعاناة اللي هو اللي واجهتنا وتقول يعني ما نقدر احنا يعني نواجهها لانه هاي ان شاء الله من الطبيعة فيعني هاي واحدة من المعاناة. They get interested in the sport and get a, for me was a very get a
were a new picture of Iraq that I didn't think before. هذا مهرجان مالتنا نريد يصير بكل محافظات العراق، هو لتسليط الضوء على الجانب الإيجابي الموجود بالبلد، يعني المناطق السياحية والتراثية وثقافتنا، عاداتنا، تقاليدنا. نريد المجتمعات الأجنبية تتعرف علينا، تتعرف على مجتمعنا عن كثب يعني، وهم هاي المجموعة اللي جاية هسه من فرنسا، إيطاليا، هولندا، السويد، بولندا، هولندا يمكن قلناها همين هسه، وأكو بالدول أخرى، هم من فرنسا كذلك، هم جايين ويانا متعاونين. انه صح ده نستخدم ادوات الطيران الشراعي والمناطيد، هي حلوه، هي ترفيه للمجتمع، يعني الناس هنا بالعراق يشوفوها يتعرفون عليها، وكذلك هي لاثاره فضول الاعلام الاجنبي انه يتعرف علينا كمجتمع. احنا تحركنا بهذا صارنا يعني اشهر، مو اليوم البارحه، وطرقنا كل الابواب مالت اللي موجودين حكومه على اساس، بس ماكو احد من عندهم الظاهر يفهم او يخاف، ما نعرف، ما نفتهم شنو الموضوع، فماكو دعم او مساعده من اي جهه حكوميه، لكن اكو تعاون من الجهات الامنيه، مثلا الداخليه تعاونت ويانا من الجانب الامني، وفرت لنا الامن بسرعه، طيران الجيش طونا موافقه وسحبوها الدفاع الجوي. السلام عليكم. That's my second time in Iraq and it's very good to be there and be the part of Iraq Festival Peace of Iraq. I'm very glad to be here. السلام عليكم. أنا هاي ثاني مرة أجي للعراق وكلش فرحان أجي هنا، ويعجبني أجي هنا ويكون جزء من هذا المهرجان اللي هو السلام للعراق، وأنا جدا سعيد أني موجودة هنا. It's not only flying but also we discovered this country. This time we can be here in Marches area. It's cool to be on the boat and see the whole stuff and and see this historical place like Babil. هو مو بس مسألة طيران، هو كذلك هي جولة لاستكشاف البلد ومناطق مختلفة، وهسه احنا هنا بالأهوار فد مكان رائع جدا وحلو، وحلو ان نشوف هذا الـ يعني هذا المكان اللي هو من 5000 سنة يعني الناس عايشة بنفس المناطق. يوما بعد يوم تحتضن أهوار الشبايش المزيد من الفعاليات العالمية. قبل أيام قلائل كانت الأمم المتحدة هنا تحتفل بالمرأة الأهوارية الجميلة، وكان حضور واسع من المحافظات الجنوبية. واليوم تحتضن أهوار الشبايش مهرجان المناطيد، هذا المهرجان الذي يضم نخبة من المعنيين بهذا الموضوع والمهتمين به من 7 بلدان مختلفة، من السويد أيضا، بريطانيا، وكذلك شعوب أخرى، هولنديين مثلا. وفي هذا السياق هذا المهرجان سيعطي صورا جميله للاهوار العراقيه، وايضا فيديوهات قصيره عن معالم مدينه الشبايش. I'm Ton Curvers from Holland and I been asked by Mutara in 2013 to come and help him to try to set this up in Iraq. اسمي تون كيرفز من هولندا، واني يعني انطلب من عندي دعاني مرتضى اجي للعراق على مود اسوي هاي الفعاليات. بدايه بدينا بالمشروع من سنه 2013. So when we visit in Iraq for 2 weeks and we make a trip through whole the south of Iraq and then we said it's possible that we can do an air event here with balloons, paramotors, skydivers. جينا 2013 وشيكنا المواقع بمحافظات عديده بالعراق وقلنا نعم انه هذا ممكن يتنفذ المشروع هنا، انه يصير بالونز مناطيد يعني وطائرات شراعيه وقفز مظلي حر. مهرجان السلام العراقي يمكن يعد مهرجان جميل اللي هو اطلقت او انطلقت فكرته من 2013 لحد هذه اللحظه، لكن للاسف انه ما تنفذ بشكل كبير بالمدن العراقيه. قبل فتره انه رادوا انه يقام هذا المهرجان في بغداد، لكن انه تعذروا او كان رفض من قبل الجهات الامنيه في بغداد والغوا، وبعدين انتقلوا الى مدينه الناصريه هور الشبايش، وشاهدنا انه هذه العروض الجميله بمشاركه 7 دول اوروبيه. نحمد الله ونشكره انه
انه اكو ناس تحب العراق بعدها وتجي نزورها وتقيم به مهرجانات سلام، وان شاء الله يا ربي في الايام القادمه انه يعم الامن والامان والسلام على بلد العراق من الشمال الى الجنوب، حتى نشاهد وترجع السياحه مثل ما كانت في سبعينات القرن الماضي وستينات القرن الماضي من كل دول العالم موجودين في العراق، وتكون المهرجانات متنوعه وبشكل جميل جدا. هذا كل ما كان عندنا في حلقتنا لهذا اليوم، وصلناكم لختام حلقتنا، شكرا لكم، الى اللقاء. ألتقيكم على الخير والمحبة، إلى اللقاء.